اهلا وسهلا الحباب، كيف توما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين. كنتمنى من الله كل شيء يكون فرحان ونشطان وصحتكم مزيانه، وتكونوا كدوزوا اولا دوزتوا الفاكونس ديالكم باحسن حال. تعطلت عليكم بزاف، ما حطيت لكمش تتمه ديال الفواياج دي مراكش، على حسب ما كتعرفوا الصيف هذا يعني الانسان كيبقى يبروفيتي ما امكن من العائله، كنتلاقاو بزاف، ما كيبقى لكش الوقت مره انك زعما مونطي ولا توجد الفيديو باش نحطه، واخا انا مصوره لكم بزاف ديال الفيديوهات مزيونين، ولكن مع صراحه الوقت ما كاينش باش مونطي. وهذا انا قلت لكم انسان اذا جبر يبروفيتي ما امكن من العائله، من لما ديال الحباب وحاجات ما كيتعوضش ابدا. اما اليوتيوب ان شاء الله دابا نحط لكم داك الفيديوهات كاملين، نحط لكم عاوتاني نرجعوا للروتينات ديالنا والمسائل اللي كنا كنعدلو في الايام العاديه. فبالنسبه لهذا الفيديو هذا فهو النهار الخامس، ديجا شاركت معكم 4 ايام الاوليه، اللي باقي ما شافش الفيديوهات ديال 4 ايام الاولى شنو عملنا فيهم فهما موجودين في القناه، رجعوا تفرجوا فيهم وكملوا معنا الفيديو ديال النهار الخامس، وباقي ان شاء الله نهار السادس والسابع اللي هو رجعنا فيه. فبالنسبه لهذا النهار هذا فيقنا في الصباح، فطرنا كما العاده، كان عندنا الحصه ديال اكواجيم تما مع الكوتش، عملنا لي زيكزيرسيس ديال المهم اكواجيم تما، كتعرفوا داك لي زيكزيرسيس في وسط الماء، وعملنا هذا الالعاب بين لي جروب، كان عندنا مثلا ديك المنافسه شكون غيسبق شكون اللي غادي يبقى تحت الماء بزاف. المهم دازنا النهار الطب طب غزال بزاف معايا، كان صراحه الصباح في مراكش ما كيصلح له غير انك تكون يا اما في وسط البحر، زعما فين هو البحر في مراكش، يا اما في وسط بيسين يا اما في الدوش، ثم عارفين مراكش كتكون فيها الحراره في الصباح. فمدوزنا هذاك الصباح هذاك دازنا غزال حتى هو، دوشنا خرجنا مع الساد العشيه، مرامي تغدينا بطبيعه الحال، خرجنا مع الساد العشيه نعدلوا الكواد تا هو مزيون. في الاول كتعطيوك بعد المونيتور كيشرح لك زعما بالنسبه لاول واحد اول مره زعما غادي تركب ولا شي حاجه، كيشرح لك مثلا ها فين الفيتيس ها فين الديريكسيون داكشي، وكيعطيك هذيك اللعبه ديال الكاسكو ومناظر بالنسبه للحمايه. واش غادي نقول لكم، الحوايج كيرجعوا لكم مغبرين مغبرين على حسب، انتم عارفين الطريق اللي كتمشي فيها الكواد كيكون فيها الغبره بزاف، وعاد هو مع كتزيد السرعه كتزيد تطلع الغبره يعني كتغبر. اما تقول زعما اذا ما عملتيش المناظر ولا شي حاجه ما يمكنش، على حسب ضروري غادي يدخل لك هاد الغبره هذه لعينك، والانسان يتفادى هاد المشاكل هادو صافي. كما شفتوا هاد اللقطه هذه صورتكم اللي انا كنت لابسه سترول الكحل ولا كريمه كما كنقول ديك الغبره الكريميه. فبالنسبه للثمن ديالو كنظن 200 درهم للساعه، على حسب ما سمعتوا صافي، على حسب نتوما عارفين بلي الفواياج اورغانيزي كتخلصوا كل شيء في الاول وما كتبقاش عارفين يعني كل اكتيفيتي عملتوها بشحال بخي ديالها، كيكون كل شيء صافي في الاول هما كيبقاو يدي وقت هذا الشيء ما كتعرف حتى شي حاجه. وبالنسبه كيركبوا جوج في واحد، على حسب كنا بينا بزاف، ماشي كل واحد دا كواد بوحدو، جوج ركبوا في واحد. انا ركبت انا وراجل ديالي، هو داه في الالي وانا رجعته في الروتور، وقفنا في واحد البلاصه باش نشربوا فيها اتاي اللي هي غادي تبان لكم هنايا في الفيديو. شوفوا تبارك الله بشحال كنا بينا، كانت لومبيون صراحه مزيونه، كتبقى ماشيه بسلسله طويله احسن من انك مثلا كتكون ماشي غير بوحدك ما كتحسش بداك الحلاوه ديالو. فهذه هي البلاصه اللي استراحينا فيها شويه، عطاونا فيها اتاي مع الطريفات صغارين ديال الخبز والزيتون الابيض والزيتون الكحل، زعما تاكلوهم كاستراحه ومن بعد ديك الساعه ترجعوا بحالكم. فهي البلاصه عربيه كما كتشوفوا، معدله غير بالطين، مبنيه بالطين وبارده من الداخل، حتى الطين تما كما كتعرفوا كيبرد يعني البلاصه اللي لداخل، ومعدله من القصاب. ومهم البلاصه بلديه 100%، وحتى اتاي ديالهم وداكشي كتحس بلي فغيمون مشيتي لشي عروبيه ولا شي جبال ارتحتي فيها، كتبدل الجو مره على مراكش. غير هما كيزيدوا في لي بخي بزاف، انا ما عارفاش بالنسبه اتاي وداكشي بشحال كيعدلوه، ولكن غير بالنسبه للقرعه ديال الماء مشينا خدينا قرعه ديال الماء هذيك الصغيره ديال 5 دراهم اللي كتباع بجوج دراهم و50 في الحوانت، هما عندهم ب20 درهم، يعني تخيلوا معايا لي بخي شحال كيزيدوا فيه. Thank you.
ومن رجعنا جبرناهم عملوا لنا مفاجأة ديال الحناية اللي كتحني، عملوا لنا ليلة خاصة غير بالنساء والبنات اللي كانوا معانا، ماشي ما دخلش معاهم الرجال، الرجال عدلوا لهم كنظن داكشي ديال الشطرنج، المهم عدلوا لهم المفاجأة ديالهم بوحدة. حنايا كنا جابوا لنا اللعابات كما وريت لكم في ذاك المقطع والحناية. بالنسبة للعابات زعما هي كيلعبوا داكشي، انا ما صورتش داكشي هذا حيتاش كانت ديال نسا 100%، اللي واحد اللي بلا سباني حيد سباني، كيبغي الانسان ياخد راحته مثلا يشطحوا مع بعضهم ياخد راحته، يعني ما خصناش نصوروا فهمت داك اللقطات، الانسان كياخد راحته 100%. وضحكنا ونشطنا داك الليله. وبالنسبه لهاد التصاور هادو، انا وريتكم النوع ديال الحنه اللي كنفضل انا، ما عنديش مع داك اليد يكون عامر بالحنه، كيعجبني داكشي فينو وتكون الحنه رقيقه، ماشي الحنه مثلا كتكون سطر كيكون غليظ معنطه زايده في اليد. كل ما الحاجه كانت رقيقه ومفينيه كل ما كتكون عندها جماليه اكثر واكثر. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم وكنتمنى يكون دوزتوا معايا وقيته مزيانه. وبالنسبه للفيديو كنعدو شويه قصير على حساب كما قلت لكم الواحد كيبغي يبروفيتي في الحاجه ما امكن، اما اذا بقيت مثلا قابطه التليفون داكشي كامل وقت كامل ما كتعيش اللحظه، يعني بلحظه حتى كتجي دمونطي الفيديو عاد كتقول اه هادي ما شفتهاش، هادي ما ديتلاش البال انتو. ايوا المهم قبلوا علينا صافي، ونعاودوها لكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي ما جا. ومع السلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله مع النهار السادس.